الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامة المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.